This happened just 50 years, 50 short years in the life of a nation after the death of the Prophet Muhammad and his passing away. Just 50 years, just what happened on Karbala Day alone proves how much nation, the Islamic nation, needed such a movement of reform by Imam Hussein. A language that cost him his life. A language that is common for all, but seldom spoken. A language called the language of the mind. He believed in what he was doing. For that, he gave it peacefully. He left physically, but he is immortal spiritually. الحسين لغة الإنسانية. نحن في هذا البرنامج نحاول بشكل أساسي إيصال صوت الحسين عليه السلام لكل العالم. الحسين ليس حكرا أو ملكا لأحد، وإنما نحن في هذه المبادرة أو هذا البرنامج الحسين لغة الإنسانية نحاول إيصال صوت الحسين عليه السلام إلى الكل. واللغة، امتلاكنا لهذه اللغة كأداة، هي عبارة فقط عن وسيلة لكي نوصل صوت الحسين لمن لا يتكلمون اللغة العربية. مشروع الحسين لغة الإنسانية بدأ في العام الماضي، بدأته ثلة من الشباب المؤمن وبما تملكه من طاقة بشرية وإمكانيات لغوية وحب يدفعه الحسين عليه السلام، وبدأ يتشكل في هذا العام بصورة أقوى وبهيكلية أكثر متانة. وأنا هنا أدعو جميع الشباب لمن يتكلمون اللغة اليابانية واللغة الألمانية واللغة الروسية وما إلى ذلك من اللغات الأخرى أن يوصلوا صوت الحسين عليه السلام لجميع الإنسانية، فهو أمانة في أعناقنا أن نوصلها إلى إخوتنا في الإنسانية. From his servant, can one who the heart?